علشان الأساتذة المتحدثين. I would love to introduce Professor Ahmad Hamdi, Professor of Gastroenterology, Ain Shams University, giving us one of his perfect lectures about vomiting in pediatrics, what the clinician needs to know. تفضل حضرتك. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضراتكم. شكرا للأستاذ دكتور وائل والأستاذ دكتور محمد زنون على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر العملاق. شكرا أساتذتي تشير بيرسونز. علشان الوقت هنتكلم بسرعة على vomiting in children. الفوميتنج ده عبارة عن forceful expulsion of the gastric contents, وده بيحصل عن طريق autonomic and voluntary motor responses اللي احنا فاكرينه من زمان قوي اللي هو الفوميتنج ريفلكس. بس في حاجة أسوأ من الفوميتنج اللي هي النوزيا, urgent feeling to vomit, but vomiting does not actually occur, وهو بيبقى irritating فعلا للعيان أكتر من الفوميتنج نفسه. الأم تقول ده بيبقى نفسه يرجع, ولو رجع هيستريح. وفي الغالب الاثنين لينكد لبعض لدرجة إن احنا دايما حافظين نوزيا اند فوميتنج, نوزيا اند فوميتنج, كأنهم سيمتوم واحد. بس هو في ساعات كتير جدا النوزيا بتحصل من غير فوميتنج, حالات قليلة قوي الفوميتنج يحصل من غير بريسيدنج نوزيا اللي اسمها بروجكتايل فوميتنج بتاع السي ان اس كوزس اوف فوميتنج. وفي ترم تاني اللي هو ريجرجيتيشن مش هنتكلم عليه النهارده خالص, اللي هو الباسيف ريتيرن اوف ذا جاستريك كونتنتس من الاستومك للاسوفجس للماوس, وممكن تخرج ثرو ذا ماوس او النوز. الفوميتنج ريفلكس اللي هو الفوميتنج سنتر في المضله الفيجاس نيوكليوس دي بتريسيف افرنت من اربع ارياز, من الهاير اسوشيشن ارياز السنترال نيرفس سيستم دي افكتد بايموشنز وسايكولوجيكال كونديشنز, الفيستيبولار سيستم ده افكتد بالموشنز والانر اير ديزيزز, والكيمو ريسبتور تريجر زون اللي افكتد بحاجات كتير او توكسينز وميتابولايتس وتشينجز في البي اتش والجي اي تي. بس مهم لما نيجي نعالج سبب الفوميتنج نبقى عارفين في كل اريا من دول مين الريسبتورز المهمه. فمثلا في الجي اي تي ميكانو ريسبتورز وكيمو ريسبتورز وسيريتونين ريسبتورز دول المهمين في الفوميتنج اللي جاي من الجي اي تي. كل الجي اي سيمتومز بنقسمها حسب الانصت والديوريشن لاكيوت وكرونيك, والديفرنشال دايجنوزس يفرق جدا. بتكلم في اكيوت ولا كرونيك؟ الاكيوت فوميتنج يعني بقاله اقل من اربع اسابيع او شهر, الكرونيك فوميتنج يعني بقاله اكتر من اربع اسابيع. ودايما يظهر لنا بقى كونديشن في النص محيره شويه اسمها ابيسودك فوميتنج, يعني ريكرنت اكيوت اتاكس. يمكن الجونيورز بيتهيأ لهم ان كلمه فوميتنج يعني ستومك. الفوميتنج مش بس ستومك ولا بس جي اي تي ولا بس ابدومين, الفوميتنج از انون سبيسيفيك سيمتوم. ده ممكن اي سيستم في الجسم ممكن يعمل فوميتنج. عشان كده لما يجي لنا طفل بيرجع لازم ارجع اول ورا واقول ان الفوميتنج ممكن يبقى جي اي او اكسترا جي اي. الجي اي يهمني الاول اكسكلوجن اوف ذا سيرجيكال كونديشنز الاخطر, وبعدين افكر في الميديكال. والاكسترا جي اي اهمهم او اخطرهم السي ان اس وميتابوليك ورينال واندوكراينال وانفكشنز. لو طبقنا ده على الاكيوت فوميتنج, اكيوت فوميتنج يعني بقاله اقل من شهر, هيبقى عندي جي اي رقم واحد هيكسكلود انتستاينال اوبستراكشن, مع ان الموست كومن كوز اوف فوميتنج في الاطفال في اول خمس سنين هو الاكيوت جاسترونترايتس. ممكن بعد كده يبقى عندنا اكيوت جاسترايتس, اكيوت هيباتايتس او اكيوت بانكرياتايتس. الاكسترا جي اي طبعا اخطرهم السي ان اس, لكن الموست كومن اكسترا جي اي كوزز اوف فوميتنج في الاطفال هو الاكسترا انتستاينال انفكشنز. فهيجي لي الموست كومن اكيوت جاسترونترايتس واكسترا انتستاينال انفكشنز. ممكن يبقى دي كي اي, اكيوت كيدني انجري, واذر كونديشنز. هي كيس سيناريو واحده اللي هنقولها بسرعه. طفل عمره سنه كان عنده سيفير ميكويد بلادي دايريا بقالها يومين, وفجاه ابتدى يحصل له كونستيبيشن وجرينش فوميتنج وبقى توكسيك ودي هايدريتد وعنده ماركت ابدومينال ديستنشن. ده على طول هيخلينا نفكر في انتستاينال اوبستراكشن, لان واحده من الترياد مش لازم الثلاثه, اي واحده من الثلاثه دول اكيوت اونست اوف جرينش فوميتنج, اكيوت اونست ماركت ابدومينال ديستنشن, اكيوت اونست ابسولوت كونستيبيشن, واحده او اكتر لازم افكر في انتستاينال اوبستراكشن. وطبعا هيجي في بالي على طول انتستاينال اوبستراكشن مع اكيوت جاسترونترايتس هي الانتسسبشن. بس لما افكر في انتستاينال اوبستراكشن لازم احط سماعه على الابدومين في اللور في الرايت لور كوادرنت, واركز قوي في الانتستاينال ساوندز. لو ميكانيكال انتستاينال اوبستراكشن اكسبكتد ان الانتستاينال ساوندز تبقى اكساجريتد, لكن لو لقيت الانتستاينال ساوندز ابسنت يبقى ده ايلياس, يبقى القصه اختلفت خالص. عشان كده لو انا كملت الكونديشن وقلت انه ابسنت انتستاينال ساوندز باي اوسكالتيشن ما بقتش ميكانيكال انتستاينال اوبستراكشن, بقت غالبا ايلياس. حاجه كمان تفرق معانا جدا في التفرقه بين الميكانيكال اوبستراكشن والايلياس, البي ار اكزامينشن.
البي ار اكزامينيشن في الانتستينال اوبستراكشن بيبقى امتي ريكتم. في الانتسسبشن هلاقي فيه بلاد او ريد كارنت جيلي على الاكزامينينج فينجر. في الإليس هلاقي ان الريكتم فول اوف اوفنسيف ستولز، واول ما خرج صباعي جاش اوف اوفنسيف ستولز. البلين اكس راي طبعا بنعملها دايما في السسبكتد انتستينال اوبستراكشن علشان ادور على المالتيبل اير فلويد ليفلز. الصوره اللي على اليمين دي بتاعه الميكانيكال انتستينال اوبستراكشن اللي بيبقى فيها مالتيبل اير فلويد ليفلز في ليفلز مختلفه، بتبقى عامله زي درجات السلم. ومهم قوي كمان مفيش ديستال ايريشن، الكولون مش باين في الميكانيكال اوبستراكشن. الناحيه الشمال دي بتاعه الإليس برضو فيها اير فلويد ليفلز شويه، لكن بيبقوا في نفس الليفل، ما بيبقوش ستيب لادر لايك. الحاجه الثانيه في الإليس بيبقى فيه كولونيك ايريشن وديستال ايريشن، فممكن الاكس راي تساعدني في التفرقه بين الإليس والميكانيكال اوبستراكشن. الحاجه كمان المهم قوي في السسبكتد انتستينال اوبستراكشن هو الالترا ساوند. الترا ساوند لو انت سسبشن هيبين السبيسيفيك ساينز اللي احنا عارفينها، الدونت ساين والبولز اي ساين. طب لو السونار قال لي دايليتد لوبس مليانه بإير وفلويد وسلاجش بريستالسيز وتو اند فرو موفمنت، يعني هي مش بتتحرك لقدام، دي بتلق، ده سجستيف اوف إليس. يعني السونار لو حد شاطر قوي هيقدر يقول لي ان دي مشكله في الموتيليتي وده إليس مش ميكانيكال اوبستراكشن. مع انه خارج موضوعنا بس بصراحه بقت مزعجه جدا ان الالترا ساوند عندنا الناس بقت مركزه قوي في الميزنتريك لينف نودز، وبقوا بيكتبوها تقريبا في كل الريبورتس، وبيكتب السايز ويجي لي ميزنتريك لينفادينوباسي 8 مللي في 4 مللي، ما ده نورمال اصلا. عشان كده معلش مش كل حاجه مكتوب ميزنتريك لينفادينوباسي الاهل يتخضوا ونبتدي ندور على الليمفوما. لازم يكون الترانسفيرز اكستنشن بتاعها اكتر من 5 او اكتر من 8 مللي، 4 مللي دي نورمال، واللونجيتيودنال اكستنشن بتاعها يكون اكتر من 15. فلغايه 10 في 4 15 في 5 ده نورمال، اكتر من كده يبقى اب نورمال. طيب ننقل بقى على الانتي اميتكس. هو مهم ان انا استخدم انتي اميتكس اكيد في حالات هيبقى فيها بريزيستنت فوميتنج، ده هيقلل الاورال انتيك وهيزود الريسك فور ديهايدريشن، وعشان كده هبقى محتاج بروبر يوز اوف انتي اميتيك دراجز. بس اختيار الانتي اميتيك هو اللي مشكله بالنسبه للبيدياتريشن، لانه معظم الانتي اميتكس بتستخدم اوف ليبل. لو فتحت البامفلت بتاعتها مش هتلاقي مكتوب فيها اصلا انها تستخدم في الحاله دي بالذات زي الاكيوت جاسترونترايتس، ومعظمهم بيبقى ليهم سايد افكتس. اشهر دوايين دلوقتي بيستخدموا كانتي اميتيك في الاطفال هو الدومبريدون والاوندانسيترون. علشان اختار الانتي اميتيك يبقى لازم اعرف ايه الكونديشن، والكونديشن دي ايه الريسبتور المهم فيها. فقلنا مثلا في الجي اي تي عندي ميكانو ريسبتورز وكيمو ريسبتورز ونمره 3 سيروتونين ريسبتورز. فلو استخدم دواء في جي اي كوزس اوف فوميتنج يبقى هختار اللي بيشتغل على السيروتونين ريسبتورز لان هي المهمه في الجي اي كوزس. ودي الليسته بتاعت معظم الانتي اميتكس اللي بتستخدم بالدوزز بتاعتها. اشهر حاجتين الدومبريدون والاوندانسيترون، ومفيش دراج لو افكت من غير سايد افكت. منطقي اي افكت هيبقى فيه قصاده سايد افكت، بس اللي يفرق معانا الفريكوانسي والريسك والانسيدنس ان السايد افكتس دي تحصل. الاوندانسيترون ده هايلي سيلكتيف سيروتونين تايب 3 ريسبتور انتاجونست، هو اول واحد يبقى اف دي اي ابروفد من المجموعه دي سنه 91، واللي عليه اكبر كميه من الكلينيكال داتا وافيدنس. بيتاخد اورال او انترافينوس او انتراماسكولار، والبيك بلازما كونسنتريشن بعد الانترافينوس روت بيجي بعد نص ساعه، وبعد الاورال روت بعد ساعه او ساعه ونص. السلايد دي علشان نبقى شايفين الدوز والديوريشن. الاوندانسيترون اول استخدام له وانا نايب زمان او كنا بنستخدمه علشان الكيموثيرابي انديوز نوزيا اند فوميتنج، وكان الانديكيشنز او ريكومنديشنز انه يستخدم انترافينوس جرعتين بينهم 4 ساعات، فممكن يتاخد مالتيبل دوزز وبينهم 4 ساعات. طب والاورال ات ليست 5 دايز، وبالتالي الاوندانسيترون ممكن نستخدمه لمده 5 ايام، ده في الكيموثيرابي انديوز نوزيا اند فوميتنج. في البوست اوبرتيف نوزيا اند فوميتنج الاف دي اي ابروفال بتاعه من سن شهر، فبالتالي انا ممكن استخدمه من سن شهر، ممكن استخدمه مالتيبل دوزز، وممكن استخدمه ات ليست 4 5 دايز كدرج. السايد افكتس او السيفتي بتاع الاوندانسيترون هو يعتبر جنرالي سيف، والسايد افكتس غالبا بتبقى ترانزينت. صحيح الاستادز اللي اتعملت عليه في علاج الاكيوت جاسترونترايتس لقوا حكايه الدايريه، ودي هنتكلم عليها دلوقتي انه بيزود الدايريه، لكن الكلام الاكتر كان على حكايه الكيو تي انترفل.
ان الاندنسترون والسيروتونين ريسبتور انتاجونيستس بيعملوا برولونجيشن اوف ذا كيو تي انترفال، بس دي اتلقت بس في الادلتس، ات از نوت بروفد ان تشيلدرن. عشان كده لو استخدم اندنسترون سنجل دوز مش محتاج اي بريكوشنز، لا هعمل الكترولايتس ولا هعمل اي سي جي طالما ما عنديش هيستوري اوف كاردياك ريسك فاكتور. الفوميتنج في الاكيوت جاسترونترايتس، وكلمه اكيوت جاسترونترايتس يعني ايه؟ يعني سادن اونست او اكيوت اونست اوف دايريا مينلي، بس غالبا اسوشيتد بي فوميتنج. والسيكونس بيبتدي الاول فوميتنج فور 1 تو 2 دايز وداوت دايريا، وبعدين الفوميتنج يقف في اليوم الثالث وتظهر الدايريا. وعلشان كده لو جالي طفل عنده فوميتنج وداوت دايريا ممكن اعتبرها الستارت بتاع الاكيوت جاسترونترايتس لمده يومين. اليوم الثالث لسه فيه فوميتنج وداوت دايريا، ات از نوت جاسترونترايتس، لازم تظهر الدايريا. During the course of the acute gastroenteritis في اطفال كتير قوي بيجي لهم inability to tolerate fluids and solids. المشكله في اول يومين، اول يومين صحيح لسه الدايريا ما ظهرتش، لكن المشكله انه مش قادر ياخد ال ORT. المين ريكومنديشن بتاع ال WHO treatment في acute gastroenteritis هي كلمه واحده بس، ORT، وتزود معاها الزنك. بس علشان استخدم ال ORT اصلا لازم يكون بيقبل الاورال. طب ما هو لو بيرجع مش هعرف استخدم الاو ار تي. وعلشان كده الاطفال اللي عندها بيرزيستنت فوميتنج في الاكيوت جاسترونترايتس هيبقوا ات هاير ريسك اوف دي هايدريشن والالكترولايت ابنورماليتيز، هاير ريسك فور ذا نيد اوف انترافينوس ري هايدريشن ثيرابي، اند هاير ريسك فور هوسبيتال ادميشن. دي الاستاديز اللي على الاورال اندنسترون في الاكيوت جاسترونترايتس. دي ستادي كان اكتر من 900 طفل، نصهم اخذ الستاندرد كير الاو ار تي والنص الثاني اخذ مع الستاندرد كير الاورال اندنسترون. ولقوا انه الاطفال اللي اخذ اللي كان عندها جاسترونترايتس اسوشيتد فوميتنج اند مايلد اور مودريت ديهايدريشن، اورال اندستيرون ادمنستريشن قلل الفوميتنج وقلل انترافينوس ديهايدريشن يوز. عشان كده كان ريكومنديشن اندستيرون يوز ماي بي كونسيدرد تو بروموت الاورال ريهايدريشن ثيرابي سكسس امونج ديهايدريتد تشيلدرن، بس هنا المايلد اند مودريت، لان السيفير لازم ياخد انترافينوس فلويد ثيرابي ولازم يبقى ادميتد. ده سيستماتيك ريفيو صحيح قديم شويه في 2010 لكن اتجدد بعد كده. اكتر من 1000 طفل عندهم اكيوت جاسترونترايتس ويز مايلد اور مودريت ديهايدريشن، نصهم اخذ اندنسترون مع الستاندرد كير ونصهم ما اخذش اندنسترون. ولقوا الكونكلوجن ان الاورال اندنسترون فيرسس بلاسيبو قلل الانترافينوس ريهايدريشن ديورنج الاي ار ستي، قلل الايميديت هوسبيتاليزيشن، زود التشانس فور سيسيشن اوف فوميتنج. لكن المشكله في ده ان كان في دايريا was reported as a side effect في كل الاستاديز اللي انكلودد في السيستماتيك ريفيو ده. اتعمل له ابديت بعد كده في 2012 وزودوا 3 استاديز عليهم، وهنا قارنوا الاورال اندنسترون فيرسس الاذر انتي ايميتكس اللي كانوا موجودين في الاستاديز دي، ميتوكلوبراميد وجانسترون وديكساميثازون. والكونكلوجن ان الاورال اندنسترون اورال اور انترافينوس اندنسترون واز ذا موست لايكلي تو بي افكتيف في الاكيوت جاسترونترايتس. بس في السيستماتيك ريفيو ده ما كانش فيه مقارنه بين الاورال اندنسترون او الاندنسترون والدومبريدون، كان مع اذر انتي ايميتكس وكان هو الموست افكتيف. دول اتنين ستاديز بقى قارنوا الاورال اندنسترون فيرسس الدومبريدون في الاكيوت جاسترونترايتس، والنتيجه كانت انه الاندنسترون is more effective than الدومبريدون in cessation of vomiting associated with acute gastroenteritis with mild and moderate dehydration, and oral undansitron is a useful antiemetic for emergency management of vomiting with acute gastroenteritis. لأنه قلل الانترافينوس rehydration by more than 50% against the placebo و against الدومبريدون. يبقى كده الاورال اندنسترون effective ومور افكتيف ذان اور اذر انتي ايميتكس انكلودنج الدومبريدون. هيبقى المشكله، طب يعني انت تقصد ان احنا ندي كل طفل جاي لباكيوت جاسترونترايس ندي له اندنسترون، طب كده هتبقى كوست افكتيف؟ يعني هو كم منهم كان هيحتاج يتحجز وانت منعت الحجز بتاعه، قصاد كم واحد كده كده كان الفوميتنج هيقف وانت كلفته الدواء؟ فالكوست افكتيف دي اتعملت في كندا ولقوا ان الروتين يوز اوف اورال اندنسترون في العيانين اللي عندهم اكيوت جاسترونترايتس منع تقريبا 4000 انترافينوس انسرشنز واكثر من 1000 هوسبيتاليزيشن. ولما حولوا ده الكوست لانه هيوفر تقريبا 3 مليون دولار في السنه. وعلشان كده الكونكلوجن بتاع الاستادي دي اللي هي كوست افكتيف استادي
In countries where the intravenous rehydration is often employed, the emergency department administration of oral ondansetron to children with dehydration and vomiting secondary to gastroenteritis لكل الأطفال results in significant money savings compared to the no ondansetron policy. الـ WHO لغاية النهاردة بتقول إن مفيش أنتي إيميتكس في الأكيوت جاسترونترايتس. علاج الأكيوت جاسترونترايتس في الـ WHO رقم واحد ORT واللي تزود معاها الزنك في الـ developing countries ومفيش أدوية تانية. مفيش أنتي دايريالز، مفيش أي حاجة تانية. لكن الـ other bodies الـ NICE في 2015 والأسبجان في 2016 والـ universal recommendation of gastroenteritis in malnourished children في 2018 كلهم سمحوا إن إحنا ممكن نستخدم single dose of oral ondansetron لأنها تقلل الريسك فور dehydration والhospitalization والintravenous use. يمكن الكنديان سوسايتي في 2020 زودت الصيغة شوية وقالت إنه a single dose should be considered لأنه ملاقوها cost effective. بس هتبقى مشكلتنا في السايد effect. أنا دلوقتي طفل عنده acute gastroenteritis عنده vomiting وضيارية، أنا هديله أنتي إيميتك كان متقال قبل كده إنه بيزود الضيارية، فأنا هعالج حاجة وهبوظ حاجة تانية. فهل حكاية الضيارية دي فعلا significant؟ ده آخر systematic review عن الأنتي إيميتكس في children with acute gastroenteritis في 2020 جمعوا 24 study وكان هدفهم فكرة مراجعة فكرة ال worsening of diarrhea has been described as a major concern for the use of ondansetron in previous systematic reviews. وعشان كده هم حبوا يشوفوا هل ده حاجة حقيقية ولا لا. وبمراجعة كل الاستاديز لقوا ان الاندانسيترون does not significantly increase the diarrhea in comparison to the placebo. Ondansetron may have a slight impact on the number of stools that require monitoring in some children but in most cases it will not clinically be clinically significant. انا بصراحة زمان وانا بستخدم الاندانسيترون في الكيموثيرابي induced nausea and vomiting انا ما كنتش بلاحظ خالص انه بيعمل ضيارية وما كانش موجود عندنا الخوف من الضيارية في العيان اللي بياخد كيمو ثيرابي. ليه ظهر مع الجاسترونترايتس؟ انا في اعتقادي انه لما بنستخدم اندانسترون الفوميتنج بيقف فالاورال انتيك بيزيد فبتبان الاوزموتيك ضيارية لانه جزء من الضيارية في الاكيوت جاسترونترايتس اوزموتيك طول ما هو بيرجع ما بياكلش فغالبا الاسهال قليل اول ما نوقف الفوميتنج ويبتدي ياكل هتظهر فكرة الاوزموتيك ضيارية فاعتقد انها ريليتد للاورال انتيك ولو ظبطنا الاورال انتيك صح وقللنا الشوجرز واخدنا كومبلكس ستارش واخدنا بروتين من غير فات اعتقد ان الضيارية هتكون اقل بكتير والكونكلوجن بتاع السيستماتيك ريفيو ده ان الاندانسترون از ذا اونلي انترفينشن ريفيلد ان افكت اون سيسيشن اوف فوميتنج prevention of hospitalization and decreasing the need for intravenous rehydration وكمان السيفتي ondansetron was also considered a safe intervention. هيتبقى السؤال الأخير طب وصلنا أنه single dose of oral ondansetron should be given to all children with acute gastroenteritis and vomiting. السؤال single or multiple يعني هل في حاجة against أن أنا استخدمه multiple doses اللي جابها لا الدواء بيستخدم at least 5 days أما ليه دايما الجايدلاينز تقول single عشان الكوست افكتيفنس علشان تكلفه جرعه واخده غير تكلفه 2 و3 وفي ستاديز دلوقتي بتتعمل عندنا دكتور ايهاب خيري بيعمل ستادي دلوقتي على مالتيبل دوزز اوف اندانسترون ان اكيوت جاسترونترايتس لان احنا كلنا بنلاحظ ان في اطفال بتحتاج اكتر من دوز فما فيش كونترا انديكيشن ان انا استخدمه لو انا محتاجه وده اللي بيحصل فعلا بين 2010 و2015 36% تقريبا من 12000 طفل خرجوا من نيويورك سيتي بيدياتريك اي ار كان عندهم اكيوت جاسترونترايتس كان مكتوب لهم اوندانسيترون اورال اوندانسيترون ات هوم التوك دي سبونسرد بنرهادو اللي هي منزله الاونلي بريباريشن اوف اورال اوندانسيترون عندنا في مصر وعشان كده انا جايب اسم الدواء لان هو الوحيد اللي موجود في مصر اورال ومش بس اورال وي تشايلد فريندلي بريباريشن انها مش اورال سيرب والطفل ياخده ويتفه هي كمان اورال ديسبيرسبل فيلم بتتحط في البق على اللسان او جوه في الخد بتدوب في خلال ثواني وبالتالي مفيش فرصه انه يتفها او يتضايق منها وبتديني نفس الانسيت اوف اكشن بتاع الانترا ماسكولار والانترا فينس انجكشن في خلال نص ساعه يبتدي يشتغل ودي الدوز اقل من 15 كيلو 2 مللي جرام من 15 ل 30 كيلو 4 مللي جرام اكتر من 30 كيلو من 6 الى 8 مللي جرام هيتبقى فكره طب ما هي الافلام 4 و8 طب ال 2 مللي جرام دول ادهم له ازاي
هكسر الشريط. طب ما الخوف زي السبوزيتورز لما كانوا بيقولوا لنا ان السبوزيتوري لو كسرتها ما تضمنش النص ده فيه الدواء. لا، الشركه بتضمن 100% ان الدراج الاكتيف انجريدينت از هوموجينسلي ديستريبيوتد. يعني انت لو اخذت نص الفيلم هو فيه نص الدراج فعلا، هو 2 ملي جرام بالظبط. Take home messages. Vomiting is a non-specific symptom with a wide array of possible causes. The pharmacological treatment of vomiting in children remains a challenge for the pediatrician because several antiemetics are prescribed as off-label outside their authorized drug label and may be associated with adverse effects. During the course of acute gastroenteritis, many children have repeated vomiting with increased risk for failure to tolerate the ORT, development of dehydration, electrolyte abnormalities, need for intravenous rehydration therapy, and hospital admission. Ondansetron is a highly selective serotonin type 3 receptor antagonist, which is FDA approved for chemotherapy-induced nausea and vomiting, post-operative nausea and vomiting in children from 1 month to 18 years for at least 5 days. A single dose of oral ondansetron is recommended in children with acute gastroenteritis and persistent vomiting, and this is associated with decreasing the risk for intravenous fluid therapy use, need for hospitalization, and better control of vomiting. Clinical evidence supports the use of oral ondansetron over all other antiemetics in acute gastroenteritis, as it was proved to be effective and safe. And thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Ahmed Hamdi. You're a very interesting والحقيقة very important subject you tackle. يعني ما حدش مننا ما تعرضش الحاجات بتاعت ال vomiting and resistant vomiting. Thank you so much. I would like to thank Professor Dr. وائل بعبح ودكتور محمد زنون إخواتي عشان to share in such very distinguished conference. والحقيقة congratulations، أنا شايفة في إقبال فوق العادة. فالحقيقة thank you. Another more interesting subject, or another interesting subject, هتكلمنا عليه دكتورة إيمان فودة اللي هو allergic rhinitis, the approach to diagnosis, practically will management. فضلي دكتورة إيمان. السلام عليكم. أولاً سعيدة جداً بوجودي معاكم النهاردة، وألف مبروك الزميل العزيز أستاذ الدكتور وائل بحبح وأستاذ الدكتور محمد زنون.